المشروع اللي خدينا على عاتق العصبة ديال جهاز فاس مكناس هو أننا نرجع التايكوندو القيمة ديالو ونبداو بالفئة ديال الفتيان، والحمد لله كان النجاح ديالها كبير اللي دات في عدة مدن، منها يعني فاس، منها كذلك الحجاب، كذلك تازا، كذلك بعض الأقاليم، كذلك في عين عيشة وصفرو. الحمد لله هذاك الشيء كان ناجح الحمد لله، وكان واحد يعني واحد الإقبال كبير، وكان الحمد لله هذاك الشيء نجاح، وكان ذاك الشيء يعني في المستوى العالي. عاود التجربة الثانية، المرحلة الثانية هي أننا عاوتاني اليوم ديال اليوم خدينا المرحلة الثانية ديال الشبان والشابات اللي عطات حتى هي يعني واحد الاكل ديالها، يعني بصراحه بدات بمدينه فاس انطلاقه اليوم ديال الاحد في القاعه ديال الفسح بزواغه، وكذلك في صفرو وفي ميسور وفي مكناس اللي هو كانت يعني المرحله اللي من قبل ما كانش الناس ديال او المدينه ديال مكناس ما شاركتش في الفيتيان، ولكن شاركت اليوم على حساب البرنامج اللي فات. وكذلك اليوم بالنسبه للتوجطات كان عاوتاني الحمد لله كان داك الشيء ناجح وكان اقبال كبير. ميسور حتى هي اليوم حتى هي خدات التدريب ديالها نفس الوقت، والحمد لله هذا الشيء راه كله كان عطى واحد الاقبال وواحد النجاح. ومدينه صفرو كذلك حتى هي كان عندها اليوم كان تدريب مجانا، وهذا الشيء درناه من اجل باش تسويه الوضعيه ديال داك التلامذ، ما يكونوش داك التلامذ يعني يمارسوا رياضه التايكواندو عشوائي، على الاقل تكون عنده رخصه جامعيه باش يمكن له يتمكن بالمشاركه ديالو من جهه البطولات، يكون حتى هو مساهم وحامل بانه عنده البطاقه ديال الجامعه وديال الجهه. والحمد لله هذا الشيء راه حنا ماشيين بهذه السياسه هذه، ومشكورين المكسب المسير ديال الجهه، لانهما يعني حتى هما مساهمين، حتى هما الله يجزيهم بخير مساهمين، والمدربين حتى هما يعني عجبتهم الفكره، وان شاء الله هذه انطلاقه، وان شاء الله مازلنا الفئه ديال الكبار، وعاد ان شاء الله غادي نطبقوا البرنامج ديالنا ديال اللقاءات ديالنا ديال المباريات والى اخره والتحكيم. اذا مازال عندنا ان شاء الله برنامج شيق اللي غادي يكون في المستوى المطلوب. احنا يصبروا معنا شويه ان شاء الله نظرا للامكانيات الماديه اللي احنا حاليا مازال ما كنتوفروا على حتى شي حاجه، وان شاء الله ملي غادي يكون عندنا المقر اقرب وقت ان شاء الله، ويكون مجهز ان شاء الله احسن ما كاين، وغادي ان شاء الله نسهلوا الماموريه على الجميع، ونتمنوا النجاح ان شاء الله للجميع ان شاء الله. وهذه فرصه لنا باش التايكواندو يرقى ان شاء الله المستوى العالي، لان احنا التايكواندو رياضه اولمبيه لازم خصنا ندافعوا عليها، ولازم خصنا نوصلوها، لان عندنا تبارك الله عدد كبير ديال الطاقات، اذا خصنا يستافدوا ونخرجوا منهم ان شاء الله اللي غيكون خير لهذه البلاد هذه. وشكرا. Thank you.